نفذ العشرات وقفة احتجاجية أمام مبنى لإدارة العامة للضمان الاجتماعي رفضا لما وصفوه باستهداف الحكومة لأموال الضمان الاجتماعي ودفاعا عن حقوق العمال. وطالب المشاركون في الوقفة التي دعت لها الأحزاب والفعاليات القومية واليسارية واتحاد نقابات العمال المستقلة الأردنية، طالبوا بعدم العبث بأموال الضمان وإلغاء الديون المترتبة على المزارعين وشمول جميع متقاعدي ضمان بعلاوات التضخم. وأصدرت الأحزاب والفعاليات المنظمة للوقفة بيانا ترفض فيه النهج الاقتصادي والسياسات المالية التي تطبقها الحكومة، معتبرة أن لها تداعيات كارثية على العمال وذوي الدخل المحدود. احنا نحتفل بهذا اليوم العالمي اللي كل العالم يحتفل بعيد العمال، وبالوقت نفسه نريد ان نؤكد على حجم المعاناة التي تعانيها الطبقة العاملة الأردنية وكل الكادحين، بل وامتدت لتشمل الغالبية الساحقة من المجتمع الأردني. نؤكد على ان المساس بهذه المحفظة الوطنية هو ينذر بالخطر ويهدد الأمن والاستقرار الوطني، مؤكدين على ضرورة الابتعاد عن هذه المحفظة الوطنية التي هي تعب وشقى وعرق عمال الوطن.